نسأل الله أن يعيننا فيها على الصيام والقيام، وأن يمنَّ علينا وعليكم بالعتق من النار في هذه الليالي المباركة. علينا أن نحرص على اغتنام ليلة القدر التي يكون العمل فيها خيرًا من العمل في ألف شهر، وألف شهر تعدل قرابة 84 سنة، 84 عامًا. العمل في هذه الليلة خيرٌ من العمل في هذا العمر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. نسأل الله أن يمُنَّ علينا وعليكم بقيام ليلة القدر، وأن يُعتِق رقابَنا ورقابَ والدينا وولاة أمرنا والمسلمين جميعًا من النار بمنِّه وكرمِه، إنه جوادٌ كريم.